الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لأنعم علينا نعمته ورضينا إسلام دينا، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا اليوم أن أتحدث معكم من قلب يحمل لكم كل المحبة والإخلاص، متطلعين جميعا لغد واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى. أبنائي وبناتي، إن الأمن نعمة عظيمة والأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي شعارا كبيرا للمسؤولية وشكر مع قيادته وحكومته سدا منيعا أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل بعد توفيق الله كثير من المخططات التي تستهدف الوطن بشبابه ومقدراته. ونقول لأبنائنا وبناتنا، لكل من يقيم أرضنا، إن الأمن مسؤولية الجميع، ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا. أيها المواطنين والمواطنات، مع شعوري بثقل الأمانة وعظم المسؤولية، فإني أسأل الله تعالى أن يمدني بعونه وتوفيقه لتأدية هذه الأمانة على وجه الذي يرضيه، وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره، وأن يخدم أيدينا جميعا ويوفقنا لنصر ديننا لحسن عملنا ومصدر عزنا، ويحقق لنا من ما نطمح إليه، إنه خير ناصر وخير معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادرة السلامة من الإرهاب. التعريف بالمبادرة: تستغرق المبادرة 3 أعوام عبر 3 مراحل، هي تبصير، فاعتدال، فحماية. يتم خلالها التكثيف التوعوي الديني والعلمي والثقافي والحواري والدعوي والفني والإعلامي، لتحصين كافة أفراد المجتمع فكريا وعقائديا ومنهجيا وسلوكيا من التأثر بالحزبية والإرهاب، وإنقاذ من انخدع منهم بها، واتحاد المجتمع مع الدولة لنبذ التحزب والتفرق، واستئصال الإرهاب من المجتمع بكافة صوره وأشكاله، حتى يعيش في أمن فكري وعقدي وسلامة منهجية وتوجه معتدل متوازن متفق مع الكتاب والسنة، وينعم بحياة آمنة، ويكون عونا للدولة على استتباب الأمن والحفاظ على الوطن وأبنائه ومقدراته، والسلامة والحماية من الإرهاب. وسنواصل فيه بإذن الله تعالى الحديث عن المبادرة بشيء من التفصيل والإيضاح، والله الموفق. خالد شتساني. أني شتساني. ألف مبروك يا سالي.
كيف أخبر أبي بأني أريد الصوني؟ هل إذا أخبرت أبي بأني أريد الصوني سوف يشتري لي؟ لا أعلم، لا أعلم. خالد، خالد، يا خالد، ما الذي يمنعك بأن تخبر أبيك بموضوع الصوني؟ هل إذا أخبرت أبيك بموضوع الصوني سوف يرفض هذا الطلب؟ لا تتردد يا خالد، هيا اذهب وأخبر، هيا. بابا، لا مرحبا حبيبي خالد. أوه أحمد، هلا أحمد، شلونك طيب؟ الحمد لله، وانت شلونك؟ وكيف الأهل؟ والله ما قدرت، تعرف العمل والبنيان وحين موقف قليل عشان الأمور المادة، وما قصرت ما قصرت، وأشكرك على اتصالك وسؤالك، وسلم لي على الشباب جميعا وفمان الله. نعم خالد، خلص بابا. خالد ما بك، تعال بابا، أريدك في موضوع. تفضل. اليوم شاهد صديقي فهد ولقد اشترى له صوني فور، لكني ماني عارف يا بابا، هل تقدر تشتري لي واحد مثله؟ يا إبريد، هل جاء مطلب مني شيء وأنا أقدر أن أوفره لك وبخلت عليك فيه؟ لا يا بابا. إذن يا خالد، مثل ما أنت تريد أنا أريد منك شيء يا خالد. تفضل يا بابا. أريد تميزك في الامتحانات بما أن الامتحانات على الأبواب. إن شاء الله يا بابا. بابا بابا، نجحت نجحت، ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك، مثل ما وعدتني تقدير وامتياز، وأنا مثل ما وعدتك سوف أشتري لك السوني فور. شكرا يا بابا. أخيراً شريت سوني. ما شاء الله، ألف مبروك ألف مبروك. أخيراً شريت سوني يا خالد. اليوم أبغاكم تجون بيتنا وتعلموني على الاشتراك بالسوني. خلاص اليوم نجي بيتكم ونعلمكم على الأونلاين والباسورد وكل شيء والاشتراك. خلاص اليوم ان شاء الله بنجي بيتكم انا وزميلي حمد، بنعلمك على كل شيء. الله يعطيكم العافيه، وانا بنتظر. السلام عليكم. هلا، جاني واحد يتحداني. يلا اتحداك اكيد. ايش اسمك؟ اسمي خالد. انا اشتغل ابوك، ايش دخل لي الكلام؟ يلا انا اكتب لك العسكريه، اذا تبغى ابوك يحبك اكثر ويرضى عنك اكثر صور لي اوراقه. ايش هذا الكلام؟ إذا ما كنت واثق فيني افتح هذا الرابط. لا 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 لا، ما توقعت إن الصاني راح يكون بهذه الطريقة. هلا خالد، شكرا
أنا أبيك موقف. أمس كنت ألعب مع شخص لا أعرفه وقال لي أبوك متواجد؟ قلت له نعم. قال لي أين أشتغل؟ قلت له بالعسكرية. قال لي إذا تبغى أبوك يحبك أكثر ويرضى عنك أكثر صور لي أوراقه وارسلهم لي، وإذا كنت بتصدقني افتح هذا الرابط عشان تتأكد. آه أنا متوتر. الله 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 الله، ايش فيك يا حدا وجه تكلمني وجه تغير مدوي؟ ترك لنا رابط يا ولد الحلال، ترك لنا ضغط الزر، ترك لنا ضغط الزر يا ولد الحلال. ترك لا 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 انا باقي مسوح بعدين باجي الدور. لن افعل. حبي لوطني ومليكي وولي العهد وولي ولي العهد لن افعل. سوف نكون انا وابي درعا لكل من يفسد في هذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء البسيط أود أن أهمس في أذن كل ولي أمر، وذلك بخصوص الأجهزة اللوحية الذكية أو جميع الأجهزة، لا نحصرها في جهاز واحد، فجميع الأجهزة الذكية لها إيجابيات كما أن لها سلبيات يجب أن ننتبه لها. ومن هذه السلبيات ألعاب الأونلاين اللي نحب أن نسلط عليها الضوء، لأنها انتشرت بشكل كبير وفيها تغرير لأبناء وطننا والنيل من هدف من أمن هذا الوطن. عليه كان لزاما أن نعمل هذا المشهد التمثيلي البسيط الذي ينبه أو يسلط الضوء شيء بسيط على سلبيات هذه الألعاب. يجب علينا احنا كأولياء أمور أن ننتبه لهذه الألعاب ونعمل رقابة دورية لأبنائنا الطلاب ونكشف على أجهزتهم ونحاول حجب جميع البرامج المسيئة لهذا الوطن أو المسيئة لابننا الطالب. يجب أن نحجبها ونبدلها، والحمد لله موجودة البرامج المفيدة موجودة بشكل كبير. ولهذا كان لزاما علينا أن نعمل هذا المشهد البسيط الذي كان أبطاله حقيقة أبناءنا الطلاب، وقد ولله الحمد أبدعوا فيه بفضل الله ثم بفضل مهندس هذا العمل الأستاذ محمد الفهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أول شيء واجهته في السوني أونلاين هو بعض الكلمات النابية اللي يتم الشخص أثناء اللعب يبدأ يتلفظ فيها، وهذه الكلمات ما كانت موجودة عندنا يعني، أو ما نتكلم فيها وما نتحدث فيها. طلعت قول له للولد منين جاءت هذه الكلمات؟ قال لي احنا نلعب في السوني تم تلفظ يعني من بعض اللعيبة وزي كذا، وانا اخذتها. طبعا اتحاور مع هالكلمات، هذه كلمات كويسة انت عارف معناها، انت عارف ايش تقصد فيها لما تقولها. فيقول لي لا بس انا سمعته منهم تكلموا او قالوا الكلام هذا، وانا اقول مثلهم يعني. أنا متحصل وأنا حصلت معي شخصيا، لكن الحمد لله بفضل الله أني مراقب الأشرطة والأعمار اللي موجودة عليها، فنعرف شو الولد اللي بيطالع. واللعبة أتم يعني أبدأ أسأل عنها من حيث المقاطع، من حيث الأمور اللي فيها السلوكية وزي كذا، فذي الأمور بتحدث ويكون فيها توجيه أيضا. والحلو أنه يعني يكون فيه توجيه من الناحية الشرعية، تقوية الإيمان في هذا، عشان هو الوازع الوحيد اللي تقدر من خلاله تسيطر على الموضوع هذا من الناحية هذه، يعني بحيث إنه يكون إيقاف اللعبة في عند الصورة أو تنحيها أو إزالتها بالشكل نهائي إذا كان ممكن. وسعدنا باللقاء معك. الله يسلمك ويبارك فيك يا رب. الأسئلة البسيطة هذه، وإن شاء الله من ضمن الحوار هذا بعض المشاهدين يستفيد من خلال النصائح والكلمات التي أعطيتها من خلال هذه المقابلة. أشكرك سار. شكر لك أخوي محمد، بيض الله وجهكم إن شاء الله وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يقويك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. أول شيء هم أول سؤال بيسألونك إياه يقولون لك إيش اسمك، بعدين إيش اسم أبوك، إيش اسم العائلة، وبعدين بعدين بيقول لك تصير صديقي وكذا، بيعطيك ثقة تامة فيك، بيعطيك ثقة تامة، وبعدين بعد يقول لك بتحس أنت إنك وثقت فيه، بيقول لك تصير صديقي وكل مرة بتتم أسبوع أسبوعين وأنت تلعب معاه، بعدين هو بيحس إنك وثقت فيه، بعدين خلاص يبدأ ينفذ خطته، وبعدين يرسل لك روابط وكذا. أنا جاتني روابط كثيرة لأني أنا مستحيل أساساً أفتح الروابط، أنا أخذت معلومة من صديقي ذاك اليوم، جاني روابط من روابط، ترددت إني أفتحه، وسألت صديقي قال لي صديقي لا تفتح، لي كنت تفتح هذين الروابط، في بعض الروابط يجونك فيهم سحر، في بعض الروابط يجيك ياخذ صورك وياخذ أغراضك وياخذ معلوماتك كلهم. أول شيء أحذر زملائي إن من هالألعاب، أول شيء كل فيديوتي وذين ونفسوني هالألعاب الحرب، وثانيا هالكلان في كلانس وذين وألعاب الحرب كذا، كلاش رويال وذين وهالأشياء ذين ألعاب حرب هذين في الجوال، وهالبلاك أوبس ذين اللي يطيحين فيها الناس اللي في السوني هذه خطرة، يجيك تتكلم معك بالدردشة تاخذ معه، بعدين تاخذ فيه في ثقة وكذا، بعدين يبدأ يلعب فيك وياخذ صورك ويهددك، لأنك أنت أساسا بتحط أول ما تشتري السوني بتحط فيه بريد إلكتروني ورقم السري والأغراض كلها والصور على أغراض ذي كلها. الله يعطيك العافية أنس، وما قصرت، وإن شاء الله زملائك يتعظون بهذه النصيحة. شكرا لك. الله الرحمن الرحيم. أول شيء من هذه الألعاب اللي لعبتها في لعبة اسمها كل فيديوتي اللي حق مسدسات، عندك تشبك على الأونلاين حتى تدخل مجموعة تكلم الناس، وبرضو في لعبة جراند. هذه الألعاب أنا مرة لعبت ودخلت مع واحد مجموعة، يعني أقدر أكلمه بالسماعة، وهو قام بعدين حتى وصل لحالات الشتم، فأنا بعدين قلت له خلاص يلا أنا ما راح ألعب، وبعدين خلاص وفلت السوني ما قمت أكلمه بعدها. نعم في مراقبة عندي في وسط البيت صراحة، يعني بعض الأحيان تكون أمي، بعض الأحيان أبوي، بعض الأحيان حتى خوالي لو جاءوا البيت يقدروا يجلسون يمي، بعض الأحيان حتى لدرس ألعب مع أبوي، يعني ألعب بعض الألعاب مع أهلي، فعشان كذا يعني في مراقبة. نصيحتي لزملائي اللي يلعبون أونلاين أقول لهم يعني لا تكثرون من لعب أونلاين، ما تكلمون ناس ما تعرفونهم ولا تلعبون معهم كثير، وخلوا مراقبة من والدينكم أو أي أحد أكبر منكم جنبكم وأنتوا تلعبون. شكرا للطالب عبد الله على هذه التوجيهات خلال لعبة أونلاين. شكرا لك يا عبد الله. طبعا كان في واحد من السكاي قال إن في واحد فتح رابط خذ معلوماته وخذ كل باسورد وصوره وكل شيء وهدده، وراح بلغ والدين، والوالدين طبعا بلغوا الشرطة، والشرطة لما وصل لهم راحوا تصرفوا معه، وهذا التهديد أكثر من أسبوعين يعني موجود تهديد. لا الشرطة حلت المشكلة. نصيحتي لزملائي لا تكون أكبر منكم إلا إذا كنتوا تعرفون ويصيرون لكم، إذا ما تعرفون ويصيرون لكم لا تدخلون معهم، هذا نصيحتي لكم. شكرا للطالب محمد على هذه التوجيهات والمقابلة. شكرا يا محمد.